السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على سعيد بن رحمه، حبينا نرجعوا على اسماعيل بن ناصر اللي ادى مقابله كالعاده. دائما بن ناصر في الطوب، اسماعيل بن ناصر في الطوب. معلومه اخيره، بعض الصحافه الايطاليه تتكلم عليها انه اسماعيل بن ناصر ليس للبيع، نعطيها لكم هذه حسب الصحافه الايطاليه. اسماعيل بن ناصر ليس للبيع، الميلان لن يفرط في اسماعيل بن ناصر بالسهل، اعطيك من الاخر نتاع الاخر. اسماعيل بن ناصر اصبح الان قطعه اساسيه مع فرانك كيسي لاعب الايفواري. اسماعيل بن ناصر خلاص، الميلان عنده سنوات وسنوات ما تعاقدش مع لاعب وسط ميدان كيما اسماعيل بن ناصر، عنده سنوات. اذا باش يفرط في الجوهره هذه بالسهوله صعيبة. إذا دائما في تألق اسماعيل بن ناصر من مقابلة إلى مقابلة. اليوم موقع سكورد أعطاه 7.5، دار مقابلة مقبولة جدا، وإذا صح قوم ممتازة مع صندوريا خارج ميدان الميلان. الآن ميلان أوروبا ليج أوفيسيال. نخرجوا من اسماعيل بن ناصر. اسماعيل بن ناصر كما قلنا الميلان لن يفرط فيه بالسهل. سعيد بن رحمة، سعيد بن رحمة اخيرا في البلاي اوف، في نهائي البلاي اوف في ويمبلي، بالتحديد في يوم الثلاثاء، نهائي الفاينل، نهائي ضد اغلب الظن واغلب الترجيح، يعني راح يكون ضد فولهام. سعيد بن رحمة احسن لاعب في المقابله حسب موقع هوسكور، 8 دا نقطة تاعو 8، احسن لاعب في المقابله. لكن باش نتفاهم، صحيح انه سعيد بن رحمة قدم اسيست وضيع فرص عديده، لكن عاود نقول يبقى فريق برينتفورد من اضعف الفرق في الدوري البريش شامبيونشيب، ضعيف جدا. الدفاع ضعيف جدا، وسط الميدان نفس الشيء. برينتفورد يعتمد على ثلاث لاعبين اللي راهم هما اللي كيما نقولوا حنا مخلين برينتفورد يلعب الادوار متقدمه في البلاي اوف ولا يلحق المرتبه الثالثه. ثلاثي رقم 11 مهاجم راس حربه، ورقم 19 وسعيد بن رحمه، هذا الثلاثي اللي هزين برينتفورد بالدرجه نتاعنا، يعني صح القول. فريق ضعيف جدا، صحيح انه فاز بثلاثيه على سوانزي لكن غير مقنع. فرديات ثلاثي هذا هو اللي يصنع الفرق. فريق ضعيف، نعاود نقول الدفاع مهلهل، دفاع ضعيف. الظهير الايمن كاري تم معنى الكلمه، المدافعين المحورين ثاني كارثة، وسط الميدان كارثة. المشن سوت في الوضع ولا، لكن هذه شافوها كل الجزائريين خاصة المقابلات الأخيرة. فريق ضعيف، احنا صح نشجعوا فريق هذا علاش سعيد بن رحمة، هذا شيء مفروغ منه، نتمناو له انه يتألق ويسجل أهداف ويصنع لي أسيستو، لكن نهضر الصراحة فريق ضعيف، فريق ضعيف من الاخر. المقابله النهائيه اللي راح تكون لا فينال كونتر فولهام ماهيش سهله، مقابله صعيبه مع فريق فولهام، اللي فريق فولهام خارج ميدانه فاز بهدفين ضد كارديف. يعني مع المستوى هذا بالاداء هذا، وكره القدم احنا نعرفوا ما عندهاش، يعني ماهيش علوم دقيقه وما كانش فيها حاجه مستحيل، لكن بالاداء هذا بالمنطق، لما نتكلموا بالمنطق بالاداء هذا فولهام يفوز على برينتفورد بسهوله، لان فريق الى متى هذا الفريق يعتمد الا على الثلاثي هذا، سواء بالرحمه ولا رقم 19 ظهير ايسر للمهاجم الايسر ولا راس الحربه رقم 11. الى متى؟ لما الفريق فولهام يدير حراسه مشدده على الثلاثي هذا خلاص برينتفورد تنتهي. اذا مقابلة نهائية مع فولهام مقابلة صعبة 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 للغاية، لكن يبقى نعاود ونقول ونذكر
انها كرة القدم فيها كلش وارد، كلش وارد، ما تعتمدش على، ما يشقى العلوم دقيقة ولا ممكن المقابلة النهائية فولهام ما يكونش في نهارو. لكن حنا واش يهمنا؟ يهمنا سعيد بن رحمة. نذكر، نعاود نذكر الناس، تأهل صعود برينتفورد للشامبيونش للبريمير ليج بقاء سعيد بن رحمة، سقوط ولا عدم تأهل للبريمير ليج نادي برينتفورد ايضا مشاركة سعيد بن رحمة في البريمير ليج مع فريق سواء ويست هام او تشيلسي او ارسنال، ما نش عارفين الايام القادمة راح تجاوبنا. يوم الثلاثاء يكرم المرء او يوهب. يوم الثلاثاء انا عندي قناعة انه سعيد بن رحمة راح يقدم الاضافة، راح يبذل مجهودات كبيرة، لكن نقولها ونعودها، فريق ضعيف من الناحية الدفاعية، كارثة، دفاع كارثي، وسط ميدان كارثي، لكن الشمعة المضيئة هم الثلاثي سعيد بن رحمة ولاعب رقم 19 واللاعب رقم 11 راس الحربة. نتمنى التوفيق لسعيد بن رحمة، لكن نعود نذكر أن المقابلة لن تكون سهلة ضد فولهام، ويبقى تبقى كرة القدم فيها كل شيء. في الأخير ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.